الاهلي خسر من حاجات كتير جدا، خصوصا بعد ما كان شايف عادل ورجع من الدفاع اغلب الكوره اللي عليها الاهلي ما قدرش يسيطر عليها. فهل الاهلي كان محتاج مهاجم تهاجم كان الكوره تطلع عليه ويقدر ان هو يستفيد بيها النهارده؟ It is very difficult. We run a different program. It's easy for you to criticize. You are normal. You are a journalist. You need to criticize. It's normal. Okay. We fought very hard. We are a team that plays a different program than anybody else in Masri. برنامج الاعلام برنامج الشباب ماتشاتنا وتدريباتنا كان مختلف عن اي فرقه ثانيه بتنافسنا في الدوري. كان برنامج خاص جدا. 9 players. 9 لاعبين كانوا في العرب كاب. كان في البطوله العربيه مع المنتخبات. الماتش اجينز رجاء واز ذا سيم از ذيس. ماتش رجاء كان كده برضه. We had to fight. كان لازم نقاتل شنو. اوكي they are human beings. احنا بني ادمين في الاخر. For you to criticize is okay, it's normal. صحيح صحفي زي انك تنتقد عادي. And it's a good journalistic question. وسؤال صحفي كويس. اوكي we are a good team, we are a strong team. A little bit tired. قوي متعبين شويه مرهقين شويه. I give credit to my players. Because they never said we are not going to do it. They tried. يعني ما قالوش لا خلاص الماتش صعب لا حاولنا كنا عايزين نكسب يعني هم حاولوا. And they played against a team that has only to play on a counter attack. وكانوا مع فرقه لعبه مرتدات بس فرقه شو اعتمدت على المرتدات. And they did very well to stop the counter attacks. وكانوا بيعملوا كويس جدا يمنعوا المرتدات. To play in front of the box of the opponents. لعبنا كنا حاصرين في طبيعه. And run back. 70 meters. 70 متر ترجع تدافع. To stop the counter attack and come back. مرتدات. فاحنا في احنا بنلعب مرتدات وادي دور كويس كانت دايما محاصره فرقتهم في الطبق. After the players played two extra time in Arab Cup. الفرقه دي في البطوله في لعبة في معظم اللعيبه لعبوا منتخبات 6 games. 6 ماتشات في البطوله العربيه في قطر. رجاء game. بقى ماتش رجاء في ماتش سوبر. Even before that. حتى قبل كده. All the Al Ahly players are in the national team. لعيبه الاهلي كلها في المنتخب يعني معظم الاهلي يا هيومن بينج ذا باوند جيت تايرد يعني في الاخر طبيعي اند يو نو واتس جونا هابن ان ذا نيكست 3 دايز انت عارف في 3 ايام جايين هيحصل ايه هاو ماني اوف ماي بلايرز ار جوينج فور كاب اوف نيشنز اللعيبه اللي بتستعد تروح بطوله افريقيا عندي كام لعيب من فرقتي هيروح لبطوله افريقيا اند واتس جونا هابن افتر كاب اوف نيشنز بعد بطوله افريقيا هيبقى في ايه 3 دايز 3 ايام بعدها مونديال كاس العالم للانديه اوكي سو ذيس جيم اتس اوكي الماتش ده اوكي اوكي از بيتر تو وين ذا كاب ان افريكا انترناشونال ماتشز افضل ماتش سوبر تكسبوا كاس افريقيا كاس دولي دو ويل ان ذا وورلد كاب وتادي كويس كاس العالم المباراه دي ات واز اولويز غانا بي لايك ذس اتفضل هم ثلاث اسئله الثاني مين انا اتفضل هم عايزين طب حاجه بقى طيب سيد يو غانا جيف ذا ليدي ا تشانس ايه الومان ايه Yeah, he played well, okay, but in Al Ahly. We have many good. We have many good players. You have to be good every match. Okay, you have to be good every match. آخر سؤال. أحمد علي بن عبد الله أولا سؤالي عن تمادة سمو نزول أنا ربيعة هل تصدر ربيعة استمرها بضغط دفاع عن النادي الأهلي يستطيع أول أسأل سؤالها وفي حاجة تانية اللي هو طب يعني ده سؤال حقيقي يا شيخ واضح إن كان هجوم الفريق فيوتشر الأول من ناحية الفريق يستدعي الشمال
aspect of the team. No, but you don't understand the tactics. Where did Hamdi go? Yeah. Where did Hamdi go? Hamdi راح فين؟ لما حصل في الشوط الثاني حصل التغيير. We push Hamdi forward. To increase the strength, and we push Afsha forward. حط أفشا قدام. To try and score. عشان حاول يسجل وخلى غير مكان لعيبة وحمدي عشان ده نقطة قوة الفريق. So Afsha was playing with Dieng. Six and eight. So we push Afsha forward. We push Dao forward. طلعهم قدام. عبد الكادر. Forward. So that we can have a chance to score. So في كان في لحظة بين دور سمولي ودور أحمد. ممكن بعمل لسه. Of Lewis and Dao. There was a problem that two teams they played in the same place. Well, I don't know about that. Thanks for that. I will check. I think you are a good tactician. You've got a good eye. I will check. I'll come back to you, okay? I'll phone you. Thank you.